محطتنا الأولى فرح حتكون ضمن مساحة جمالية ذات بعد فني، رح نقلب صفحاتها بملتقى النحت بصدد العراقة والتاريخ على مدار 10 أيام من خلال تقديم أعمال نحتية اختصرت معالم الفن عبر رؤية فنية ومحاكاة إبداعية. اليوم رح نسلط الموضوع هن هي الفعالية مع جويل بطش المنسق الملتقى والفنان حسان حلواني المدير الفني لملتقى النحت بصدد العراقة والتاريخ. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا، صباح الخير عن جديد وأهلا وسهلا فيكم. وأكيد بنبدأ معك جويل بالبداية، وخلينا نعرف من حضرتك عن الجوانب التنظيمية للملتقى، الفنانين المشاركين وقد بقيتوا بمدة التنظيم. نعم، حوالي استمر الملتقى حوالي 10 أيام تقريبا. خلاله كان في 11 فنان عنا بالضيعة، استضفناهم هن من المحافظات السورية لحتى نقيم الملتقى. هلا فكرة الملتقى، بداية طلقت الفكرة لنعمل تمثال بصدد لمثلث الرحمات مارسلوانوس بطرس النعمة، كان مطران أبرشية حمص وحما وطرطوس وتوابع على السريان الأرثوذكس. هو ابن هي الضيعة وقدم كثير لصدد، فحبينا نعمل له تمثال. توسعت الفكرة لتعمل ملتقى يتضمن منحوتات متنوعة تغني الإرث الثقافي للضيعة، لأنه مناطق حمص الشرقية شوي ضعيفة بهذا المجال. حاولنا أنه نعمل شيء، فكرة جديدة مطروقة بالضيعة تغذي هذا الجانب. حلو كتير. أستاذ حسان، يعني خبرنا اليوم عن كيفية التنسيق، دعوة المشاركين بملتقى النحت، كيف تمت، كيف نظمتوا الموضوع يعني مع المشاركين، شو الشيء المميز اللي كان بالملتقى؟ والله أهم شيء كان مميز هو المنطقة، صدد خاصرة الصحراء. صحيح. فكان كل شيء فيها هي مختلف. ذات طبيعة صحراوية للي ما بيعرفها، وهي بين صدد مثل ما بنعرف عانت، مثل ما عانت كثير مناطق سورية من الإرهاب. فحبينا هالمرة انه نعمل شيء جديد، نعمل ملتقى نحت صدد قريبة من تدمر. صحيح. صدد عراقة وتاريخ. الحقيقة طورت الفكرة شوي، تواصلنا مع النحاتين، معظمهم أساتذة، معظمهم أساتذة كليات ومعاهد، نحاتين ذو خبرة عالية، تحمسوا جميعا والله بدون أي تردد. اشتغلنا بظروف شوي صعبة وشوي قاسية، بس كان نتاج جميل، كانت أعمال رائعة. غير الشو بعد طبعا. أكيد. جويل، خلينا نحكي بتفصيل اليوم، قد إيه له أهمية هذا الملتقى، سواء من ناحية الذائقة الجمالية، تنميتها، الإرث الثقافي اللي حكيتي عنه، وغير هيك يمكن نحن بحاجة دائما لحركة ثقافية متجددة، قد إيه لقيتوا هذا الشيء يمكن حقق لكم يا الملتقى؟ هلا بداية بدي اقول لك انه نحن كونه في ضعف بهذا المجال وبهذا الجانب، فبرأيي لازم نعمل كثير مثل هي الملتقيات لنغذي شوي النظرة عند الاهل الضياع او اي جيل جديد لنظرة الفن والنحت، لانه هو شوي مجال ما ناخذ حقه مع انه هو كثير جمالي وكثير حلو. فنحن بنتمنى، هلا كان التفاعل جيد بالملتقى بس ما اخذ الشغف اللي كان عندنا، نحن ما حققناه كثير بهذا الملتقى، لانه بدنا كذا ملتقى لحتى يوصل كل شيء للناظر، لحتى يصير هو يتقبل هي الافكار الجديده وبالنهايه نرهي. بس في استعداد اكيد لملتقيات جديده ان شاء الله، اذا كانت المقومات والظروف، تعرفي الظروف اللي عم نمر فيها من وضع الكهرباء، الشغل كان كله على المولدات، ويعني بتعرفي موضوع الكهرباء وتأمين الأشياء، في المقومات إذا كانت موجودة أكيد نحن مع دائما ملتقيات وأشياء فنية جديدة. أكيد. يعني عم تحكي يا جويل عن أهمية الملتقى بريف حمص الشرقي وتحديدا صدد القريبة من تدمر إلى طابع صحراوي مثل ما قلنا صعبة المناخ. اليوم اخترتوا صدد يعني حتى يكون في تجذر بالثقافه والتاريخ عبر ملتقى للنحت، قد ايه مهمه هي الملتقيات اليوم باكثر من قريه؟ خلينا نركز على القرى لانه دائما التركيز بيكون على المدن، على القصص الجماليه اللي ما بتعطي روح الارض ويعني الثقافه، نحن بنعرف النحت هو من يعني بنيه الارض، يعني بيعطي هذا الطابع الجميل. اليوم يعني خبرنا قد ايه الملتقيات ممكن تعطي ذائقه جماليه، تعزز الثقافه، التاريخ، ومثل ما قلت يعني كل قريه كان لها نصيب
من حكايا الإرهاب، حكايا الفقد، حكايا اجتماعية معينة. اليوم هاي الملتقيات قدي ممكن تساعد اليوم على الذائقة الفنية الجمالية، إنه نحن عنا تاريخ، حتى تاريخ المدن، تاريخ القرية بتحكي عنه. هلا الحقيقة هذا أهم سبب من أسباب اختيارنا لمنطقة صدد. يعني أهم سبب إنه صدد نوعا ما بضاعة بعيدة، نائية، جوها صعب، مناخها صحراوي، بتعاني من قلة المياه، معظم أهاليها مغتربين مثل ما بنعرف. فهذا حمسنا كتير إنه لا، لازم نعمل ملتقى هونيك، لازم نسلط الضوء. بداية كان الوضع شوي مستهجن مثل ما بنعرف، شغلة غريبة على أهالي صدد. أول يومين ثلاثة ما كان في تفاعل مثل ما تفضلت الأنسة، بعد كم يوم تعودت الناس على وجودنا. كان في رهبة أول شيء إنه ممكن نفوت، ممكن نصور، ممكن نحتك. فصرنا نحتك مع الناس ونقول نحن جايين لنكون بيناتكم، نحن لنكون ضيوفكم. لنهاية الملتقى تغيرت كتير أشياء. بكرة إن شاء الله وقت اللي بنوزع الأعمال، لأنه هن الأعمال من نصيب صدد، رح يتوزعوا بساحات صدد. حلو. قديشها جميلة وقديشها مهمة للطفل. إن هي نقطة كتير مهمة، من الأعمال حتبقى بصدد، حتبقى ذكرى يعني لصدد. لصدد. حلو كتير. رح تتوزع بساحات صدد. حلو. رح تضيف لمسة جمالية. طبعا صدد مو غيلة بالتاريخ مثل ما بنعرف، وهذا استمرارية، خلينا نقول استمرارية. عم نشوف كمان صور فرحة على الشاشة للمنحوتات وتفاعل الفنانين، وهذا الشيء كنت أسألك عنه كمان أستاذ حسوان اليوم. حسان اليوم أستاذ حسان، لما بنحكي عن تفاعل الفنانين بهي البيئة، إن كانت صعبة، إن كانت ظروف العمل الصعبة حتى، ولكن مثل ما قلنا حتبقى ذكرى بالقرية نفسها. خلينا نحكي عن التفاعل بوقت العمل، كيف كان النتائج، كانت مرضية سواء بالنسبة للمنحوتات أو حتى لتفاعل وأقبال الناس عليها، اللي قلنا أول شيء كانوا ضعيف بعدين تحسن. كيف شفتوا نظرة الناس؟ هذا الشيء قد ايه أضاف روح للقرية؟ هلا هو بالبداية كان مستهجن، إنه شيء جديد، إنه هدول شو عم يساووا، هدول مجانين، شو عم يعملوا، شغلة جديدة، حالة جديدة على المكان، مجموعة من الكتل. الفنان بلش يخلق من حوتة، من وحي المكان طبعا. يعني طبعا شوي شوي بلشت معالمها تظهر، شوي شوي بلشت الناس تشوف في جمال كتلة صخرية ميتة عم بلشت الحياة تدب فيها. النتاج كان منحوتات رائعة، النحاتين أعطوا كل ما عندهم صدقيني، واستوحوا كل أعمالهم من المكان ومن تاريخ المكان. كان النتاج رائع، كان تفاعل الناس بنهاية الملتقى كتير جميل. بكرة بس يتوزعوا مثل ما حكيت، إذا صار وعملنا ملتقيات قادمة أنا بتخيل كتير رح يتغير الموضوع. وفي تشجيع أستاذ حسام من قبل الفنانين إنه هم متشجعين لملتقيات جديدة؟ إيه طبعاً، أكيد أكيد. فنانين صدقيني يعني ما بيتوانوا أبداً لتلبية أي دعوة، وأنا بشكرهم جميعاً على ما قدموه واشتغلوا، برجع بكرر، بظروف صعبة وقاسية بس عطوا كل ما عندهم. نعم جويلة، يعني مثل ما عم نشوف الصور طقس حار، بالرغم من هيك خلال 11 يوم لحقوا يعملوا هالمنحوتات الضخمة اللي بتشبه تقريبا يعني الآثار الموجودة بتدمر في منا. عم لاحظ انه في شغل منيح، ويعني تمثيل ضخمة عم يتم نحتها. خبرينا اليوم عن المميز بالافتتاح وبالختام، وخبرينا كمان عن كيفية انت التنسيق ل 11 يوم. هو امر صعب، كيف تم التنسيق، كيف تم انهاء العمل بهي المدة البسيطة خلينا نقول كمان. نعم هلا نحن كثير كان قلت لك المقومات كانت صعبة، انك تأمني كل شيء لحتى هن يقدروا يشتغلوا هي العدد الضخم وبوقت كتير قليل، يعني تحت الشمس وتحت الشوب. فاخترنا منطقة يقدروا يحطوا فيها شماسة لتحمي من الشمس. صحيح. ويشتغلوا فيها بعيدة بشان الغبرة تبع الشغل ما تجي على أي حدا من الضيعة. منطقة كانت ملائمة جدا لظروف العمل. هلأ المجتمع اللي عنا بالضيعة، الشباب كتير ساهموا وساعدوا النحاتين، أمنوا لهم كل الظروف، من مي، من مولدات، من
كل شيء بيتطلبوه لحتى يحاولوا يلحقوا بهي الفتره الصغيره، واكيد هن ما قصروا، طلعوا لنا منحوتات كثير جميله، وكان ما بعرف الاستضافه كانت ان شاء الله ظريفه بالضيعه. فالشباب والصبايا كثير اشتغلوا بصراحه لحتى قدرنا نوصل نحن للشيء اللي وصلنا له. أكيد بدنا نتشكركم للأستاذ حسان وجويل، كل الشكر لكم، وتحيتنا أكيد لكل أهالينا بصدد، كل الشكر لكل الفنانين يلي شاركوا بهذا الملتقى، ومثل ما قلتي جويل نتمنى أكيد يكون في ملتقيات جاية وبظروف أفضل أكيد. شكرا كثير لكم. شكرا للإخبارية. شكرا لكم. شكرا لكم ولجهودكم، وقد ايه حلوه الملتقيات اللي بتترك بس بصمه واثر باي قريه، وخاصه القرى اليوم نحن هذا مشروع انمائي للثقافه والتاريخ، وهذا نحن كثير عم نركز عليه حاليا. شكرا لوجودكم، موفقين يا رب. شكرا لكم.